السلام عليكم. هنتكلم النهاردة على آخر مرضين عشان نكون قفلنا الأمراض البكتيرية. أول حاجة هنتكلم عنها هي التهاب السحائي. يعني إيه كلمة سحائي؟ هي قلنا الأغشية اللي بتحيط المخ، تمام؟ طيب يبقى اسم الميكروب إيه؟ اسمه من اسمه كده، اسمه مننجو كوكل، أو المرض اسمه مننجايتس. بيجي إزاي؟ بيجي برضو عن طريق الرذاذ زي ما قلنا، وبيزيد أكتر في أماكن التجمعات. عشان كده عند دخول العيال الحضانة أو عند دخولهم المدارس بنديهم التطعيم بتاع المننجايتس، اللي هو مش موجود في وزارة الصحة لكن بيتاخد بره، والمدارس كتير جدا بتوفره للعيال. طيب الأعراض بتيجي ممكن تكون مفاجأة جدا، في العيان ما يلحقش، يعني يحصل زي طفح جلدي كده دموي، يبقى كأنه في ناس في تحت الجلد، ممكن يحصل فقدان للوعي وتتطور الحالة للوفاة في خلال 24 ساعة. والأشع والأوقع إن هي بتبقى الأعراض أقل حدة، تمام؟ فتعمل إيه مثلا؟ تعمل صداع، قيء وزغلله بالعين، لو ده بيعبر عن ان المخ مضغوط، يعني في زياده في الضغط بتاع المخ. ممكن يحصل تشنجات وفقدان للوعي، ممكن يحصل الم في الظهر، صعوبه في الحركه. من ضمن العلامات اللي احنا برضو بنشوفها وهتلاقوها مكتوبه عندكم في المذكره كيرنج وبرودزينسكي، دي حركات احنا معينه بنعملها في الرجل، بنلاقي ان فيها صعوبه، يعني العيان مش عارف ياخد مثلا رجله عليه. ده يدل على ايه؟ او ما بيمثل ايه؟ يعني بيمثل يعني التهاب في الاغشيه المخاطيه، الاغشيه السحائيه. طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل للعيان ده؟ زي ما اتفقنا ممكن يحصل تشنجات، ممكن يحصل اصابه في السمع، ممكن يحصل وفاه. طيب هتتشخص ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها بذل النخاع. يعني ايه بذل النخاع؟ النخاع الشوكي ده يا بنات حواليه ميه، في سائل كده، بناخد السائل دوت بنعمل له بذل من الظهر ويفحصوه، تمام كده؟ عشان نشوف الميكروب فيه. في حاجات معينة في شكل السائل كده بتحدد إذا كان نوع المننجايتس أو نوع الالتهاب دوت جاي بفيروس ولا جاي بميكروب ولا جاي بفطر أو غيره. برضو الوقاية، هنتكلم عن التطعيم وهنتكلم عن إن لازم نعمل انتشار للوعي الصحي والرعاية الصحية. في حاجة مهمة قوي، إن ممكن لو حد مخالط لحالة، مثلا أم عرفت فجأة إن ابنها عنده التهاب صحي، في أدوية معينة بتتاخد من الصيدلية، مضادات حيوية، ممكن العيانة تاخدها فما يجيلهاش، يبقى احنا كده بنمنع، تمام؟ يبقى ده نوع من الوقاية أو نوع من التحصين، بس التحصين اللي بنسميه مش باسيف أو سلبي يعني. طيب آخر حاجة هنتكلم عنها هي الرمد الصديدي. كتير قوي بتشوفوا البينك آي، صح؟ إن حد كده فجأة يقوم عينيه حمراء وسخنة وبتنزل إفرازات، والإفرازات دي ممكن تلزق الرموش في بعض، صح كده؟ طيب دي نوعها اسمها الرمد الصديدي، وطبعا بتيجي في أوقات معينة، يعني تلاقيه كده بتزيد قوي في شهر 6 و7 و8، يعني وقت تغيير الجو كده يا بنات، تمام؟ طيب بتعمل ايه؟ زي احنا لسه قايلين اعراضها دلوقتي، انه العيان بيهرش في عينيه، بيبقى فيه افرازات طالعه من عينيه، الرموش لازقه في بعضها عامله زي السمغ كده. فتره الحضانه بتبقى بسيطه جدا، ده ممكن عيان يهرش في عين يجيبها للعين التانيه، يحط في الفوطه، حد يجي ينشف في الفوطه يجي له هو كمان. عشان كده دايما بنلاقي الالتهابات الرمد الصديدي دي ممكن تكون عند كذا حد في العيله في نفس الوقت، تمام؟ طيب علاجها ايه؟ علاجها ان احنا نعمل كمادات نشيل الافرازات اللي موجوده دي، وبنحط قطره مضاد حيوي بنسلين، بتظبط الميكروب ده، بيتاخد كل 6 ساعات وبيتحسن، تمام؟ طيب الوقايه هي ان احنا نكون نضاف، يعني مفرش السرير مثلا، المفرش الملايه يعني اللي بننام عليها تتغير لانه الافرازات بتنزل عليها، غسيل العين على طول وغسيل الايدين بالميه السخنه. حتى لما نستعمل القطره بتاعه العين مش مفروض ان هي تلامس خالص الاغشيه بتاعه العين، تبقى من بعيد بعيد لبعيد كده. وبرده زي ما اتفقنا ان احنا نمنع ايه؟ نمنع استخدام الحاجات ورا بعض، يعني ما حدش يستعمل فوطه مطرح حد، ما حدش يلمس بايده حاجه من غير ما نغسل ايدينا. اظن احنا عرفنا يعني قيمه غسل الايدين في الايام اللي احنا عايشينها دي. بس انا كده بالنسبه لي الالتهابات البكتيريه خلصت. انا هتواصل مع تقى وهسيب معاها الايميل بتاعي لو عشان تبعتولي الاساينمنتس وتبعتولي اي اسئله انتم محتاجينها، وان شاء الله نحاول ندخل مره كده اونلاين نرد على الحاجات دي كلها. السلام عليكم.